وللتعليق على هذا البيان ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. انطلاقا من البيان الذي أصدرته الهيئة بشأن التظاهرات التي انطلقت أمس ضد الفساد في العراق، كيف تقيمون هذه الانتفاضة الشعبية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد أن نذكر الشعب العراقي بأن هذه التظاهرات اليوم هي حلقة ضمن سلسلة طويلة من مطالبات أبناء الشعب العراقي بحقوقهم التي انتهكت والتي اغتصبت من قبل أحزاب السلطة، هذه الأحزاب التي أيضا في ذات الوقت هي مستمرة منذ عام 2003 إلى اليوم بالتواطؤ والتعاون مع الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني في آن واحد. التظاهرات اليوم هي حالة صحية تدلل على نمو حالة الوعي لدى أبناء الشعب العراقي وارتفاع مستوى مطالبهم، وأيضا بعض الشعارات التي تدلل على انتقالة نوعية في قضية الوعي لدى أبناء الشعب العراقي، ولا سيما في قضية توجيه الاتهام أو نستطيع أن نقول وضع اليد على الداء أو أصل الداء في هذه القضية أو في مأساة العراق وما لحق بهم من انتهاكات وغيرها. دكتور، كيف يفسر استخدام القوات الأمنية للعنف مع المتظاهرين وما دلالاته؟ يعني هذه القوات الأمنية التي هي أيضا في ذات الوقت هي جزء كبير منها أجهزة ميليشياوية وعناصر ميليشياوية، هذه استمرت الدم ويعني تعودت على قضية استخدام العنف ضد أبناء الشعب العراقي، وهي تستهين بأبناء الشعب العراقي وإن كانت تدعي أحيانا بأنها مدافعة عن هذا القسم أو تلك الجهة أو هذه الطائفة وهذه المنطقة أو تلك، لكن اتضح لأبناء الشعب العراقي أن هذه الأجهزة الأمنية هي لا تدافع إلا عن مصالح الأحزاب ومن منتفع مع الأحزاب من هذه العملية السياسية لمناصب وعقود فاسدة ونهب أموال المال العام. في ذات الوقت أيضا هذه الأجهزة الميليشياوية وهذا العنف الذي تعودوا عليه قد وجدوا ضوءا أخضر من المجتمع الدولي الذي لم يتكلم أو لم يعترض طيلة السنوات الماضية على أي نوع من أنواع الانتهاكات. دماء أو أنهار من دماء أبناء الشعب العراقي جرت بمختلف الأنواع وفي مختلف المناسبات، سواء كانت اعتصامات سلمية، مظاهرات، أو حتى في المدن التي استبيحت من قبل هذه القوات أو الأجهزة الميليشياوية وغيرها. نعم. أناس في بساتينهم في قراهم في غير ذلك، كل ذلك جرى على مرأى ومسمع من العالم وبانتهاكات موثقة، لكنه كل ذلك جرى بصمت، لذا فهمت هذه الأجهزة الأمنية والميليشياوية على أن هذا الصمت هو ضوء أخضر لاستمرارهم في مثل هذه التجاوزات. على الرغم من القمع والعنف المستخدم من قبل قوات الأمن إلا أن الشباب استمر في انتفاضته أمس واليوم، كيف تقرأ هذا الإصرار واستمرارهم في التظاهرات رغم العنف المستخدم؟ يعني تعلم لا سيما أبناء الشعب العراقي الذي عاش هذه المآسي منذ سنين طويلة وقد وصل إلى حالة كبيرة من اليأس، يعني ماذا ينتظر إذا بقي راضخا ساكتا؟ فماذا ينتظره بعد الآن؟ هو حال لسان أبناء الشعب خاصة هؤلاء الشباب الذي لم يجدوا طيلة السنوات الماضية أي فرصة من فرص الأمل، لا على يدي لا حزب ولا على جماعة ولا شخصية داخل هذه العملية السياسية، إذا فإنهم قد وصل بهم الحال إلى اليأس من هذه العملية برمتها، رغم أنه يحاول البعض طبعا القفز وركوب الموجة، لكنه هذا العنف ربما أيضا في ذات الوقت هو يولد مزيدا من إصرار هؤلاء على الاستمرار، وربما يكون وقودا لالتحاق آخرين بمثل هذه الانتفاضة وهذه التظاهرة. دكتور، إلى أي مدى بإمكاننا القول اليوم أن الشعب أصبح مدركا لحقيقة العملية السياسية ومنتسبيها وهو واعي لدرجة أنه بإمكانه الخروج تحت أي غطاء، يعني لا يقبل الخروج تحت أي غطاء سياسي؟ يعني هذا الوعي يتزايد ويتنامى منذ مدة ليست قليلة، ولا سيما نذكر أن حالة المقاطعة الكبيرة التي
لحقت بالانتخابات الأخيرة قبل سنتين كانت هي رسالة قوية من أبناء الشعب العراقي بأنه هذه الانتخابات لن تجدي نفعا ولن تأتي بخير، وهي كانت مقاطعة مقصودة وليست فقط يعني لا مبالاة من أبناء الشعب العراقي. ثم لحقت ذلك تلك المقاطعة لحقتها عدة انتفاضات وتظاهرات، وفي كل هذه التظاهرات وهذه الممارسات من أبناء الشعب العراقي نجدهم يصرحون بمثل هذه التصريحات على أنه لا أمل بهذه العملية السياسية، بل يحملون العملية السياسية هذا السبب أو يعني السبب هذا الفشل، والقضية ليست قضية أشخاص أخطأوا هنا أو هناك، ولا قضية حزب دون بقية الأحزاب، ولا قضية ربما بعض القيود هنا، القضية قضية أسس هي في هذه العملية السياسية التي مكنت بهؤلاء الفاسدين وجعلتهم ينتهكون حقوق أبناء الشعب العراقي، ولا سيما شريحة الشباب اليوم التي باتت شريحة مقهورة. شكرا جزيلا لكم الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية.